السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولاليال ملك استو أدونك أتكشوكتان وحان إذن لي هاي هنبليو وحان إذن لي مبروك كل عام وأنتم بالخير. إلهي ومهد إسكال سبحانه وتعالى إن سوق عرسيه ما لنتي خيرك بدنيد إي وينيد إي يوم عرفاء ما لنتي عرفو إي آتك وينيد إن شاء الله تعالى ما أنت هذا البدن مر ربا إن أن هل كان كتشيديو وحان ربا إن أين وقت جي نكفى إذا سنو أو أين بد سنو ما أنت عيدي ها نعم عيد عيد مبارك أين بد سنو مركا إن شاء الله دعو ينكي سبب تو ما أنت واه ما أنت عرفه وما أنت هو إن سنتك طبعا كمال مودة دو الحج وطبعا كما الماضي وقو خيرك بدن إلهي وكرنا أرتي وليال عشر إلهي ويجري سبحانه وتعالى وحانا وقسي وذا خير بدن وقوين ما ننتعرفه أي حجاج دبيت كإلهي أي تاغيهين بور تعرفه أي تاغيهين إن هدبا ما ننتن خيرك بدن له لبا أرموت هدياد لاتي مادو إن شاء الله تعالى لبا أرموت هدياد لاتي مادو أمورها يوحياليه أدربتي يريوين كي أدكو ريونيسي إن شاء الله تعالى إلهي وكو حقيقيني وهدي أدلبا أرموض لتي مادو هدي أدلهاي دانوكو غارة هدي أدلهاي مراديو هدي أدربتي دنبداف هدي أدربتي ند إلهي ودوات سبحانه وتعالى هدي أدربتي ند علمي أقوان أدهشو هدي أدربتي علاج يعافي ماد إلهي وكسيو هدي أدربتي فتنة يرباتكو هايستينو إلهي وكا فيدو أو ديباتة داس يول والكاو إلهي وكادو القاضو لبا أرموض بدمان توباهنت إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى لبا أرموض وحويان ولالك هيدا مسلمك ولاشيدا مسلمات دا وإنت كو هورتا صومان تهي أما آت صونتي مالنتم وين إي عرفو وينت صونت وإن نبيجي نوحنا شغي صلى الله عليه وسلم إن صونك مالنت عرفو إلهي وحكو دافا دن بيجي سنتي هوري يودن بيجي سنة كي دم سنة كصوص عدا إن شاء الله تعالى السنة الماضية سنة كي تجي هي سنة كمارتة صوص عدا الله بدها مركوا مالين تاوينو إلهي سبحانه وتعالى الله بدها السنة ضاد أيابو صون كمالين تيا هو كرافية سبحانه وتعالى وحكى لو أرنت الله بدها وحوي والدعاء والنبي يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الدعاء دعاء يوم عرف خير الدعاء دعاء يوم عرف دعاء لغو دعاء يستو حاو فضل بدن وغنا خير بدن دعاء لغو دعاء يستو مالين تعرفهم وركسوع بي رسولك عليه الصلاة والسلام حديث صحيح وأفضل الدعاء وحب له الدعاء تغو فضل بدن وأنا نغو آنري أنا والنبيون من قبل أنا جاي النبي دي أنا جاي قهري دعاء أنكو دعاء يسنو وغو خير بدن وحي آهين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دعاء سيئه دعاء وقفض لك بدل ما نتعرفه أيو ده رسولك صلى الله عليه وسلم علماء الإسلام كواحد دهين تدك تاغن ما نتعرفه بور تعرفه جوغي قدنية واجباتك حاجك أيها والله قرطيو دي ميل باركيسن وي جوغان وقت باركيسن ويكو باقمين كوارهن تدك كلا واحد دهين تدك حجاج دي بيتك إلهي حاجيسي إلهي أكاقبل سبحانه وتعالى إلهينا حج مبروره وقديق سنت كان أو حج كاسميد أي كبار سمايين أو أي كسم فلان إلهي هو غي سبحانه وتعالى إلهينا هكديق كوة وأبالكو دي جزوده دو كيلي الجنة جنة دو كيلي والنبي إلهي باوحو نوشه صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حجك لغو بار سمايين هورتا أبالكو دك لما ليوان جنة آهين مركا مسلمين تقودان إسا واجباتي حجك إلهي وحنو قبري نينو حجكو دو باري ونقضو وميدان مارتي بوقي قيلابا اللهين فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج بوقي قيلي هذا اللي مارتي شهوات الدنيا يعني ماشي أسوكلين الله وغيالو إلهينا هو أقبلو إنقن إلهي وحنو دي سننا كوي أيبونا السند كان سند كوحيقا تاغن بور تعرف إلهي هاي نغيالي سبحانه وتعالى إلهينا هاي نوفو ديديو ضريق يجيدك الله مرأيو إلهي سبحانه وتعالى هينوفض دي بيتك إلهي حرميسان وفضل آدوين يا خير آدوين بهو قد اتران إلهي هكا أقبله أنك سبحانه وتعالى إلهي هنوافجيه
سند كنيا سند بدن وصوص على إلهي كوا وافتش يا ربي جوين الله نجيله سبحانه وتعالى كوا حج يجو خير كاوين بكتران أعماش حج كنا ويجودني يعني مناسكتي ووين نوي وضان هوشان ويكتران annagu hadii aynaan xajku joogin magaaladii barakeysanida Makkah aynaan joogin waxayna la haboon in aynu waqtiga iyo zamanka aynu ka faa'iideysano oo iyagu booski wanaagsanana way joogan waqti wanaagsanana way joogan innagu laakiin waqtigi wanaagsanaa baynu joognaa meesha aynu joognaa waa meel laga khayr badan yahay oo Makkah ka khayr badan iyo ayaa ka khayr badan waa goob laga khayr badan yahay marka waqtiga waxaanu uga faa'iideysanaynaa waa ducada inaan badsano walidalik دعادة نبيك نوح نوشك عليه الصلاة والسلام إلهي وسود دقا مالين تعرفو وليبا عشية يوم عرف عشية يوم عرفو وحويان واقلين كدام بي مالين تعرفو أي إلهي وسود دقا سود دقيس كو هبونو أو قلان تقو كو عنتان تقو مناسب كو أهو إلهي أقار سبحانه وتعالى أو آنو كشبهين مخلوقات كيسم سبحانه وتعالى مركا ربي وسود دقو wuxuu ugu faanay yubaahiray malaa'ika malaa'ikatu ugu faanay adoomadiisi oo maaragtay meelo fogfog intee ka yimaadeen ya tuuna min kulli fajjin amiq meelo farabadan oo kala duwan intee ka yimaadeen jinsiyada kala duwan luqada kala duwan ku hadlaya midabyo kala wada duwan ayay hal goob intee isugu yimaadeen waxay ugu yimaadeen in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala raali galiyaan tan kala male dan umur dan khaaso maaragtay umura dunya ma waxyaala kale oo ay ka wataan ma jirto waxa uu yimaadeen in Ilaahay raali galiyaan iyo Ilaahay dambigooda uu dhaafo markaas Ilaahay uu ku faanayaa subxaanahu wa ta'aala kuwa uu ku faana Rabbi Allah inaga yeelo kuwa Ilaahay uu malaa'igta uu ku faana Allah inaga yeelo xujaajta Ilaahayna Ilaahay ha ka aqbalo beedka Ilaahay ku xajis marka Rabbi subxaanahu wa ta'aala maadaama uu soo degay maantana ay tahay maalintii carafo maalintii weynayd ogsoonow maalintii carafo way ka duwantay habeenka Laylatul Qadriga maxay kaga duwantay laba arimood oo waaweynba maalinta habeenka Laylatul Qadrigu way qarsoontay lama yaqaano 10ka dambe Ramadaan tuu bay ku jirtaa laakiin lama garanayo run ahaantii laakiin carafo weynu naqaanayo carafo waxa weeyaan dawa maalinta 9-aad ee Dhulxaj waa la yaqaanaa carafo maalintay tahay waa waadax marka taa way ku kala duwan yihiin talabaad ay ku kala duwan yihiin waxa weeye habeenka Laylatul Qadriga Rabbi wuxuu yiri tanazzalul malaa'ikatu war-ruuh waxa soo dega malaa'igti Ilaahay baa soo degaysa iyo war ruuxu ruuxul qudus iyo malaa'iku jibriil ahaana waa soo degaya waa ruuxi daahirka aha yaa soo degay malaa'iku jibriil iyo waxa soo degay malaa'igti kale laakiin maalintii carafay ayaa soo degay rabbul izza baa soo degay allahu akbar rabbul izza ayaa soo degay yow mu'arafa subhanallah hadaba waynu ka faa'iideysanayna hadal badan ma rabno maanta waxaan rabnaa in qof kasto oo muslima inta u dhaxaysa salaada casar ilaa inta magribka u dhaxaysa ah ashiyatu arafa wa ina di taqiblada inta u jeesato inta iska weysa qaadato qiblada u jeeso rabbigaa u bari un ilaahi weydiiso muraadkaaga weydiiso yaqiinna laga helo oo waxaan aad rabto inaad ilaahi weydiisato waan rumaysantahay in ilaahi ka ajiibayo oo ilaahi ka aqbalayo hadaa saa samayso ilaahi wuu aqbalaya subhanahu wa ta'ala ilaahi wuu naga aqbalaya ducadeenni waana maalin khayr badan waana maalin fadli badan marka maanta shaqadeenu waxa weeyaan iyo hawsheenu inoo taala waa duca weeyaan marka waan ducaynayna aamiin tadhaha erayga aamiin waxa weeyaan macnaheedu ilaahow naga aqbal weeyaan marka qalbigana aamiin ka dhaha insha Allah taala idinkuna marka intan aynu ducaysano marka dambe aan muqaalkan aan ka baxana maanta si gaar ah u ducayso qof walowba baldanahaagi umurahaagi adduunyo umurahaaga aakhiru rabbiga ugu dhawow waa maalin weyn waa maalin maanta khayr badan hatta hadaanad soomin oo soon ku carafo oo soon sunnaa xitaa hadaanad soomin ha ka qadin ducada oo rabbi subxaana watacaala baryadiisa inaad toogto rabbiga yaani ku seegin marka insha allahu tacaala waxaan ku ducaysanaynaa ducadii uu nebigu yidhi waa toogu khayrka badan laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم ارحمنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم كفر عنا سيئاتنا اللهم حط عنا خطايانا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم إننا ظلمنا أنفسنا
فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون، اللهم اقض عنا الديون وأد عنا القروض. اللهم اصلح لنا دنيانا، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا لطيف يا سميع يا خبير يا بصير يا رحمن يا غفور يا ودود، يا ودود يا غفور يا ودود. اغفر لنا ذنوبنا يا غفار، اغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم، ارحمنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على دينك الإسلام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا من فضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا رزقا واسعا كثيرا يا رحمن يا رحيم، يا رزاق يا فتاح. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم ارزقنا، اللهم يا رب يا رحمن افتح لنا أبواب الخير كلها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عافنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عاف مبتلانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رحمن يا رحيم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نسألك الأمن والسلام، اللهم إنا نسألك الأمن والسلام في بلادنا وبلاد الإسلام كلها. اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في والدينا، وبارك لنا في ذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمسلمين جميعا يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلنا أولياءك الصالحين، اللهم اجعلنا أولياءك الصالحين، اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين متقين الصادقين طائعين مطيعين يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك سوء الخاتمة. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب. اللهم اجعلنا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابق عذاب يا رحمن يا لطيف يا غفور يا غفار. اللهم اجعلنا الذين يظلون يوم لا ظل إلا ظلك يا رحمن يا رحيم يا ودود يا سميع يا بصير يا خبير يا شكور يا حفيظ يا رقيب. الله أكبر، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك إننا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إلهي ما هدى إسكالي سبحانه وتعالى، إلهي ما هدى إسكالي سبحانه وتعالى.
اللهم لك الحمد كله اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله إله وضع مهد إسكالي كليدا إله وضع مهد دوردان إسكالي كليدا إله ودن بيجينا نور داف إله ودن بيجينا نور داف ودن بيجا والد كينا نور داف إله ودن بيجينا نور داف ودن بيجا والد كينا نور داف إله ودن بيجينا نور داف ودن بيجا والد كينا نور داف ودن بيجا ولا لدن نور داف ودن بيجا مسلمين تا إله يا نور داف إله وإنت النجاح دي متى إله ونحرس إله ونحرس إله ونحرس أنت جريوت مسلمين تا إله ونحرس إله وإنت حنوس سعى في ما تام وسريع الله وسي إله وإنت حنوس سعى في ما تام وسي أو سريع دق دق إله يوسي إله يوم أنت مصيبة ضيع لبات ضعيها است إله وكد القاد إله يوم كد القاد مصيبة عنت أيها است مصيبة ضيع لبات ضيع ورور كي والبهار كي أروك تيع لبات ضعيها است إله يوم كد القاد إله قف كست مسلم مراد كيس خير لسي إله مراد كيس وناك سنسي إله وناك مراد كيس الدين تسلام كوافق سن إله يوسي إله خير ودم بنكوي ديسني إله خير ودم بنكوي ديسني إله خير كي والنبي محمد كوي دي سن شران كوي دي سنين إله حن كام جن جلنا وح كستو النبي محمد وكام جن جلي بن كام جن جلنا إله عذاب كناريد بن كام جن جل إله عرض آدم كام جن جلنا إله عقاب كان كام جن جلنا إله يو رالي أها شهادة كوي دي سنين إله جنة الرحمن كان كوي دي سنين إله نجي الكو جنة كو جلي حساب لآن عذاب لآن إله نجي الكو عشر الرحمن كهر سنين إله يو نغي الكو حوت كنبي كو أروري إيه كعبية إيه آنولي قو ديبو هرادين إيه أون دنبي هرادن بآنو قبنين إله ودون كنغو بركة أو آخر نغو بركة أو إله نغو نحريسة الدنيا أو إله نغو نحريسة قبورها يحبالها أو إله نغو نحريسة يوم العرض الأكبر ما لنت بنك وين لتانية إله نغو نحريسة سبحانه وتعالى إله قلوب تينا دي إسلام كخصوك ودين تنك عليسي إله الدين تنك عليسي إله قلبي يدينا كسوك دين الإسلام إله قلبي يدينا كسوك دين تإسلام كمعان إله يو قرآن كان كيال إله قرآن كيال كمروك تنك كحيني إله قرآن كإله يا كلام كربك إله يو كمروك تنك كحيني نور كي يفتين كنوع إله يو نغيال إله أهل القرآن نغيال إله أهل القرآن كنغيال إله أهل القرآن كنغيال إله أهل الدين تنغيال إله كو الدين تحمبارا الله نغيال إله كو عبد كو دبرك وبال الله نغيال إله والد كو دكو بركيسين يا الله نغيال إله كو ولا لدود بركيسين هنا الله نغيال إله يو وحن كو يديسن إن أمان إيان نبت قليو إله ودن كينا برواقا كو يديننا يردن ما نوضم هذا إسلام كي مسلمين تبا إله نغا أقبل تقبل الله منا إله نجا أقبل اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا دعاءنا اللهم تقبل منا دعاءنا إله نجا أقبل دعادين إله نجا أقبل صلادين إله نجا أقبل سونكين إله نجا أقبل دعودين إله نجا أقبل خيرودن إله يوها نوقبنين ظالمين توحي سمينيا إله ظالمين توحي سمينيا الله نوقبنين إله نوقبنين قفكي يقلتكي إلو شه يهلمان كنك دعي ربوها نوقبنين إله الدوم ذاتي بنهي إله الدوم ذاتي بنهي إله الدوم ذاتي بنهي نون حريص إله يوم ما انت وين عرف إله يو يا سودك يس ربي يو كو اد قرتو عذاب كنارت كحرين سي إله يو نغيل إله كو اد قرتو عذاب كنارت كحرين سي إله يو نغيل إله كو اد نارت كحرين سي ربي يو نغيل بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت وباركت على نبينا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلهي هنا أقول سبحانه وتعالى دعاء داس وحنكلو أن قف كستو مسلمنا وشيقنا أن إنا تسيدوك لأن كفا إذي سنو وقتك أو inta u dhaxeysa casarka ilaa inta magribka waxa weeyaan waa waqtigii ugu fadliga badnaa marka qof walowba adiguna si khaas ah u duceyso qiblada u jeeso way sa qaado ilaahay weydiiso wixii ku jiray qalbigaaga weydiiso in ilaahay ugu fududeeyo ilaahay uu ka aqbalay ilaahay waa raxmaan waana raxiim waana allah mu'ti ah waana allah razaq wa fataha wa alima marka wax walba weydiiso subhana wa taala ilaahay uu farxaya marka wax weydiiso subhana wa taala wuuna ka caroonaya qofka aan waxba weydiisanin ee aan ilaahayba iska dhigaynaan u baahnay ka ilaahay uu caroonaya ilaahay subxaana wa taaala wanu baahanahay k
كما نمارنو البريق سيكلينا. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.